اهلا ومرحبا بكم من جديد التحايا وترحاب، وكل عام وانتم بخير. ونحن في الذكرى 64 لاستقلال السودان. نحن وصلنا لفقره ركن الفنون، ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ الفنان الشاب معيز الجيل. يعني ويمكن يكون الفيديو كليب بتاع 6 ابريل هو يعني فيديو كليب ظهر في الفتره العامه الاخيره كده، يعني بصوره واسعه ومنتشره كده. وبدايه نرحب بكم، نقول لك كل سنه وانتم طيب. طيب كل سنه وانتم طيبين، وفي البدء نترحم على أرواح الشهداء اللي فدوا الوطن بدمهم، ولو ما هم ما كان وصلنا للحاجة اللي احنا فيها هسه دي. والرحمة والمغفرة برضو لشهداء الجنينة، ربنا يطعم بهم بواسع رحمته إن شاء الله. وبهنا الشعب السوداني بحلول العيد الاستقلال، عيد الاستقلال، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله البلد تعود في رخاء ونماء وأمن واستقرار إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. معيز الجبل من مواليد الخرطوم، دراسات مستمرة كلية الموسيقى والدراما، عضو سابق بكورال الموسيقى والدراما. معيز الجبل نشأت وترعرعت في جبل أولياء. في جبل أولياء. شنو سر الصوت الفخيم ده عند ناس الجبل؟ والله يا أخي الجبل عندنا أستاذ اسمه معاوي شلكاوي دائما بيقول المسرح بتاع الجبل ما بيطلعوا أي زول. يعني ناس الجبل ناس بيسمعوا مزيكا، لو ما انت فنان وقدرت تثبت وجودك الاضاءه نظيفه، يعني بالذات نظيفه شديد. فاي فنان بيجي الجبل بيغني في الجبل بيكون في ورطه حقيقيه في الحاجه دي. فعشان كده الناس بتتعب وتجتهد شديد في 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 الغناء، انك تتميز وتنافس يعني على الفنانين الموجودين هناك. تحديدا لقب الجبل ذاته كده، يعني هو اكيد طبعا مرتبط بالمنطقه كده، انتشر كيف كده يعني تتميزت ما بين الفنانين هناك، ف النازل ادوك الثقه في انه تسمى معز الجبل. والله لقب معز الجبل كان من الاستاذ صلاح طه الله يرحمه. كنت معه في برنامج اسمه سيد النجوم في تلفزيون السودان 2009. فبما انه انا من الجبل وكذا فقام قدمني باسم معز الجبل وكذا، فبعد ذاك الاسم انتشر. طيب طالما احنا بنتكلم عن الجبل وجايبين سيره الجبل، اكيد لازم تجي سيره الاستاذ الكبير لهذا الجبل. يعني كلمنا عن مقابلتك به لاول مره. طبعا هذه الجبل غامه فنيه في 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 السودان لا شك يعني، ومن هنا بهدله كل التحايا ان شاء الله. ربنا يديه الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. انا ما التقيت به اول مره، انا اللي من ما نشات في الجبل لقيته قدامي يعني السودان هذه. 2009 في سود النجوم الناس السباق كان محتدم جدا، يعني كان في ولايه السودان كلها، يعني يمكن المتسابقين كانوا اكثر من 500 وشويه. فكان لازم تصهر بحاجه قويه، فقمت مشيت للاستاذ الهادي قلت له يا اخي انا عايز اغنيه المدينه، عايز اغنيها وكذا. فقام قال لي يا معز يا اخي الحاجه دي صعبه شديد، فشوف لك حاجه سهله. قلت له يا اخي انا والله لو ما واثق من امكانياتي ما كان جيتك للحاجه دي وكذا يعني. فقام قاعد معي وبرف بالعود كذا، سمعني غنيت قبل واحد كذا، قال لي يا زول امشي وربنا يوفقك على بركه الله. مبروك. طيب يعني معز الجبل، احنا يعني في بدايه الكلام تكلمنا عن فيديو كليب بتاع 6 ابريل، احنا نطلع نتابع فيديو كليب 6 ابريل ونجري عليه ونواصل في حوارنا. يمكن يكون ده جزء من فيديو كليب 6 ابريل للناس اللي عاوزه تتابع الفيديو كليب، هو موجود على اليوتيوب. نعم. نرجع لك ثاني للحوار، انه انت انضميت لكليه الموسيقى والدراما عن طريق الصدفه، يعني تكلمنا عن الموضوع ده. طبعا الدكتور النور حسن هو اللي ضافني للكورال. كان في لجنه التحكيم في سود النجوم 2009. فشات الاقدار بعد ذاك، انا قمت جيت كليه الموسيقى والدراما، كان عندي اغنيه دندنه موج البحر. قمت لحنتها، كان اول تجربه لحنيه لي يعني. مشيت عشان اسمع اللحن، قام قال لي رايك شنو انت ما تقرا في الكليه هنا دراسات مستمره وكذا. في البدايه انا تهربت من الموضوع، قلت له يا اخي مع الحفلات والعدايات بتاع الموضوع عجيب كده تكون هناك. فقام قال لي يا اخي هي بتستفيد منها علميا. قلت له خلاص ما في مشكله، وفعلا مشينا في نفس اليوم سجلت دراسات مستمره في الكليه. يا ده بنزلت دراسه لي 15 يوم تقريبا. فقام عرضوا علي انه انضم لكورال الموسيقى والدراما. قلت له يا اخي والله انا ما بعرف حاجه عن الكورال، فعلا ما كنت بعرف حاجه عن الكورال. قام قال لي عندنا حاجات في اليوتيوب وكذا، فامشي اسمعها وشوف. بعد ذاك تعال بكره ورينا الرد. قال لي يا اخي الكورال ده ما بنضم له اي زول يعني،
خريج ناس طلبه في الكليه في سنه رابعه وخامسه حتى نشوف الكوره. شفت الفيديوهات بتاعت الكوره والضخامه والحفلات يعني حفلات تجاريه تعملت كده من الكوره كده ولا في الوقت ذاك يعني ما كان عنده حفلات تجاريه في الفتره دي يعني نعم. فسمعت الحياه بتاعته لقيت حاجه مختلفه وفعلا بتضيف لي يعني. وكيف تعاملت مع التجربه دي وانت برلوم؟ والله يا اخي تجربه كانت غاسيه صراحه. 15 يوم بس انت قلت ادوني 15 يوم انه المفروض احفظ فيها 16 اغنيه. في غنى انا حافظه لكن ما بطريقه كوراليه ولا بطريقه علميه. وانا اداب بقرا في الكليه مزيكا بشكل دندنه كده بس كده لكن ما بال نعم. بعد ذاك بسمع بقيت اسمع الناس بتعمل في شنو بالتفاصيل صغيره صغيره. كنت في تحدي مع نفسي اني لازم احصل الحاجه دي ولازم انا اكون معاه من اول حفله جماهير وكده. فعلا قدرت احفظ الحاجات اول حفله جماهير مشت والحمد لله يعني بعد ذاك استمريت معاهم. كلام جميل. انضمامك لكره كليه الموسيقى والدراما اضاف لك شنو؟ والله اضاف لي كثير يعني علميا بقيت اعرف تكانيك الصوت مخارج الصوت اعرف اعمل موديليشن في الالحان بتاعتي برضه يعني اضافت لي كثير الحاجه دي. يعني دايما مع الناس اللي بيشتغلوا مع الكورال بتكون في حديث عن التجربه للغناء الفردي والغناء الكورالي. احنا مع السؤال ده عايزين نسالك التجربه بتاعت 6 ابريل وانت عملتها وانت في السعوديه. 6 ابريل عملتها في السعوديه. انا كنت افتش في حاجه انه يعني انا كفنان شاب والثوره دي 90% من الناس طلعوا فيها شباب. نعم. دوري كفنان انا لازم اقف مع الثوره لايماني لوحدك يعني ما مع الكورال الفتره دي براك طبعا لايماني بثورتنا. فكنت افتش في الفيس عن حاجه مختلفه وتعبر عننا. بالصدفه لقيت الاستاذ عون محمد المكي من هنا بديه التحايا يعني. فلقيت انه كاتب 6 ابريل كاتب لي منها مقطع صغير قمت خشيت عليه في الماسنجر كده قمت قلت له يا اخي انا عايز النص بتاع 6 ابريل ده بس كمله لي. مشيت الدوام بتاعي عادي. بعد ذاك قام رسلوا لي الساعه 4 تقريبا المغربي انا لحنت النص. صلاة العشاء مشيت الاستوديو سجلت النص خلصناه زي الساعه 7 صباحا كده. الساعه 8 يوم 6 ابريل احنا نزلناه للموكب بدعوا للموكب وكده يعني في يوم واحد احنا هو كتب باقي النص كنت جاهز تماما عزيمه بسرعه يعني بسرعه كده خرج 6 ابريل يعني معز والله احنا يمكن يكون لضيق الوقت كده حنختم الحوار الجميل بجمال حضورك ده لانه شويه الزمن كده ما اسعفني في انه احنا نستبحر معك اكثر كده في الاعمال اللي انت قدمتها لكن بنحب نقول لك كل سنه وانت طيب كده وان شاء الله دائما بخير يا رب ونسمع عنك كله جميل كده وحنختم باغنيه بسال عليك احنا هنختم بنسال عليك لكن احنا نودع المشاهد برضه نتمنى له سنه سعيده ل 2020 سنه مميزه دي الليله الاثنين 1/1/2020 كنا انا فريد معاكم في حلقه اليوم من 24 كراس. سنه سعيده عليكم فريد. كل سنه وانتم طيبين يا رب. ان شاء الله طيبين. كل سنه وانتم طيبه كده يا رب. وانت طيب يا فريد. نكون قاعدين في نفس الاستوديو ده ان شاء الله الديكور يتغير كده لكن نكون قاعدين في نفس الاستوديو كل امنياتك وتطلعاتك ان شاء الله محققه ان شاء الله يا رب. كل الناس اللي بيتابعوا قناه سودانيه 24 يكونوا بخير وعافيه. شكرا لكم كثير للمتابعه ونختم معك كل سنه وانت طيب والختام معك طيبين ان شاء الله. وما تسأل
طويلة تشهد لك وروعة قتلة مشيها يزيد جمال عسل عينك تشهد لك وروعة قتلة مشيها يزيد جمال عسل عينك ما تسأل عن الأوهام بقول وبفرح بيك حكاياتك شجون وهموم